السلام عليكم وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة والمباشرة والتي نخصصها للحديث عن تطورات الأوضاع الميدانية في لبنان، حيث اقتحم عدد من المتظاهرين منذ ساعة تقريبا مقر وزارة الخارجية اللبنانية وأحرقوا صور الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، كما اقتحم عدد آخر من المتظاهرين مقر وزارة الاقتصاد ووزارة البيئة، ولا زالت هناك اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام مقر البرلمان اللبناني، حيث يحاول عدد من المتظاهرين الدخول إلى مقر البرلمان اللبناني، في حين استخدمت قوات الأمن اللبنانية قنابل الغاز واستخدم الجيش اللبناني بعض الرصاص وأطلق الرصاص في الهواء لمنع المتظاهرين وعدد من الشبان إلى التقدم نحو مقر البرلمان اللبناني. كما قيل أن هناك اجتماعا تم بين قوات في الجيش اللبناني وعدد من المتظاهرين لفض هذه التظاهرات وعودة المتظاهرين إلى منازلهم مرة أخرى. قبل بداية هذه التغطية بدقائق ظهر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب وألقى كلمة قصيرة حول تطورات الأوضاع منذ انفجار مرفأ لبنان منذ 4 أيام، وتعليقا على التظاهرات الحالية أبرز ما قاله رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن لبنان تعيش تحت وطأة كارثة انفجار مرفأ بيروت والتي تركت أثارا مدمرة، وأن الكارثة لن تمر دون محاسبة المسؤولين. وأشار دياب أن كل المسؤولين عن كارثة مرفأ بيروت يجب أن يخضعوا للتحقيق الفوري. وقال أن تساءل دياب من كان المستفيد من بقاء هذه المواد في مرفأ بيروت على مدار 6 أعوام الماضية منذ 2014، وتحدث رئيس الوزراء اللبناني أن إجراءات القضاء تعطي إشارة عن مصداقية التحقيق الذي يجري حتى الآن، وأيضا تحدث عن الكارثة الكبرى التي يعيشها الشعب اللبناني، وقدم الشكر لكل من أرسل بمساعدات ودعم للشعب اللبناني في الأيام الماضية. تحدث دياب عن الأوضاع الراهنة والاحتقان السياسي، وقال أن البلاد لا تحتمل مزايدات والمطلوب ترك الحسابات الانتخابية حاليا، وأيضا وعد أن قال أن الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بمطالب الثورة ولا يمكن الخروج من الأزمة إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وتحدث عن القرارات، قال أنه سيطرح يوم الاثنين على مجلس الوزراء اللبناني إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وختم دياب كلمته بأنه مستعد لتحمل المسؤولية لمدة 2 شهر إلى حين اتفاق الأطراف السياسية على حل للأزمة السياسية الراهنة. كانت هذه أبرز تصريحات رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في الكلمة التي ألقاها منذ دقائق تعليقا على التظاهرات الجارية وانفجار مرفأ بيروت. الصليب الأحمر اللبناني منذ دقيقة قال أنه نقل 55 جريحا إلى مستشفيات لبنانية ومعالجة 117 آخرين في موقع التظاهرات وسط العاصمة اللبنانية بيروت. أرحب بضيفي الذي انضم إلي عبر سكايب السيد يحيى حرب الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا ضيفي عبر سكايب السيد جهاد أبو فلاح الكاتب والصحفي. أهلا بكما، وأبدأ معك سيد جهاد أبو فلاح. في الحقيقة تصريحات حسان دياب هل هي على قدر الحدث الذي تعيشه لبنان الآن؟ يعني ما تحدث فيه الحدث كبير استاذ اسامه في لبنان، والتفاعلات والتداعيات كثيره وكبيره بشكل كبير جدا، بحيث انه هذه التصريحات هي محاوله لتحميل الحكومه المسؤوليه الكامله لما جرى. هو هنالك استجابه نسبيه لمطالب الشارع اللبناني الغاضب اليوم من الطبقه السياسيه، والذي يطالب منذ أكتوبر الماضي برحيل هذه الطبقة السياسية. هنالك حالة الاحتجاج والاحتقان كبيرة في الشارع اللبناني، فجاء حسان دياب بمحاولة لنزع فتيل الأزمة، أو إذا بدك لتنفيذ حالة الاحتقان الموجودة إلى حد ما. لكن في الواقع هو تحدث عن قضية أنه سيبقى، يمكن أن يبقى في الحكومة لمدة 2، تحدث عن حد بمعنى تشكيل الذهاب الى انتخابات مبكره. هذه من الاحتمالات التي يتحدث عنها دياب هذه الايام، لكن في الواقع التركيبه التي في لبنان لا يمكن ان تؤدي الى حاله من الهدوء، في ظل انه بعض الاطراف تحاول
اقتناص اللحظة التاريخية لتوظيفها وتوجيهها باتجاه بعض المطالب السياسية. طيب سيد جهاد، يعني تصريحات حسان دياب أنه يمكن أو مستعد أن يبقى في السلطة لمدة شهرين حتى تتفق الأطراف السياسية وتجرى الانتخابات النيابية، هل هذه استقالة من الرجل؟ هل الرجل يحول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال حتى تتفق الأطراف السياسية على حكومة جديدة أم ماذا؟ يعني هذا عرض هو يقدمه، بمعنى أنه هو يوجه للفصائل الأحزاب السياسية والقوى الفاعلة في الداخل اللبناني بأنه جاهز لأن يكون حكومة تصريف أعمال إذا توافقت هذه القوى السياسية. لكن السؤال، هل يمكن لهذه القوى السياسية اليوم أن تتوافق؟ هل المشكلة تنتهي بتوافق القوى السياسية؟ بتقديري بأن الإشكالية في لبنان هي في تركيبتها الطائفية التي تمتد من 1943 حتى هذه اللحظة، ونحن والحديث عن حالة المحافظة السياسية التي تجذرت وأصبحت يعني أكثر حضورا في لبنان. وبالتالي هو يقول إذا توافقت هذه القوى السياسية أنا جاهز أنه أستمر لمدة شهرين ومن ثم أترك. لا يمكن الحكومة أن تترك البلاد إلى الفراغ دون وجود توافق في اللحظة التاريخية هاي التي تمر فيها لبنان. لا يمكن الحديث عن أن لا يوجد هنالك حكومة، وبالتالي هذا سيأخذ البلاد إلى حالة من الفراغ السياسي الذي لا أعتقد بأن هنالك أي طرف في لبنان وخارج حتى لبنان من القوى والدول الإقليمية والدولية الفاعلة في لبنان يعني قادرة على تحمل مسؤولية حالة الانفجار التي قد تحدث إذا ذهبت الحكومة في هذه اللحظة. نعم. ولم يكن هنالك بدائل ل يعني حكومة أخرى، لأنه مسألة التوافق أستاذ أسامة لا يمكن، ليست من السهل حدوثها. كانت في محاولة قبل حكومة دياب بأن تصل القوى السياسية للتوافقات، كان هنالك رفض من الحريري وأيضا من جنبلاط وغيره من القوى السياسية التي رفضت أن تشارك في الحكومة، وهنالك شرط أساسي وهذا أصبح واضحا بأن المطلوب هو نزع إلى حزب الله، أن يتحول حزب الله إلى حركة سياسية لبنانية فقط وينسى فكرة المقاومة ضد الاحتلال. وبالتالي هل هذا ممكن تنفيذه أو لا يمكن تنفيذه؟ طيب دعني أتوقف معك ومع السادة المشاهدين عند هذا الخبر العاجل. قوات مكافحة الشغب اللبنانية تحاول تفريق متظاهرين احتشدوا قرب مقر البرلمان وسط بيروت احتجاجا على كارثة انفجار المرفأ. مرة أخرى، قوات مكافحة الشغب اللبنانية تحاول تفريق متظاهرين احتشدوا أمام مقر البرلمان اللبناني. سيد يحيى حرب، يعني عندما تحدث حسان دياب أنه لا مجال الآن للمزايدات الانتخابية، ما الذي يعني؟ يعني حقيقة دكتور حسان دياب أعتقد بأنه تعرض إلى الكثير من الظلم في توليه لرئاسة الحكومة. هو فعلا كان عاجز ولم يستطيع أن يقدم على شيء، ولكن ذلك ليس بسبب طاقاته الشخصية. المسألة ليست شخصية في لبنان، المسألة أكثر تعقيدا من ذلك. هناك تراث من الفساد، تراث من المشاكل، واجهت حكومته مشاكل طارئة، أزمة مالية. يعني أعتقد أنا شخصيا لا هذه الحكومة ولا غير هذه الحكومة ولا 600 حكومة في لبنان تستطيع حلها، لأن هناك لعبة دولية كبيرة تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية لخنق لبنان اقتصاديا. ماذا يستطيع أن يفعل لبنان الضعيف أمام هذه القوة القاهرة، حيث لا يجد لا صديقا ولا معينا ولا طبقة سياسية في لبنان متعاونة لمواجهتها؟ حسان دياب حمل كل هذه المآسي. الآن يخرج رؤساء حكومات للأسف الشديد هم المسؤولون الفعليون عن كل أزمات لبنان، عن كل هذا التراث من الفساد، عن كل هذا الخراب، عن كل هذه المتفجرات، عن كل هذا الموجود في لبنان، يخرجون ليحملوا حسان دياب المسؤولية. هو أنا أعتقد رد إليهم الكرة، قال لهم حسنا تريد أن تحملوا المسؤولية، إذا أنا سأستقيل سأسلمكم الأمانة، تفضلوا اتفقوا على حكومة بديلة. وأنا هنا أؤكد أنهم لن يتفقوا، لن يستطيعوا الاتفاق. هذه المشكلة الأساسية. نحن
بطريق الخراب. إما طيب إن كان السياسيون لا يستطيعون الاتفاق، وإن كان حسان دياب مكبل اليدين كما وصفت، فما المفترض أن يفعل الشعب اللبناني، أو دعني أقول ما يفترض أن يفعله من يتظاهرون في الشارع الآن؟ يفترض أن يخرجوا بمظاهرات. المظاهرات ضرورية، أنا لست ضد المظاهرات، المظاهرات ضرورية، ولكن ما ندعو إليه الأخوة المثقفين، الأخوة العقلاء ذوي التجربة السياسية، أن يعقلنوا هذا الحراك، أن يصيغوا له برنامجا سياسيا تغييريا حتى يمكن القول أسقطي يا حكومة، وهذا لدينا البديل. الآن يا أخي الكريم لا نضحك على بعضنا، هذه الشعارات لا تكفي. هؤلاء الذين يصرخون الآن في الشارع عندما طرح عليهم مطلب واحد فقط، قولوا ما هو قانون الانتخابات الذي تريدونه، اختلفوا لم يستطيعوا الاتفاق. الآن الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء عندما يقول سيجري انتخابات، أي انتخابات في لبنان؟ لدينا في لبنان مشكلة أساسية هي قانون الانتخاب. وهل يفترض على المتظاهرين في الشارع الآن سيد يحيى أن يعلموا بقانون انتخابات ويقترحوا قانون انتخابات؟ هل هذا من واجبهم؟ إذا كنا فعلا نريد أن نغير حكومة ونغير نظام، نعم علينا أن نتصدى لهذه المهمات، علينا أن نتصدى لهذه المهمات، وإلا ابتلينا بما ابتلي به هذا الربيع العربي، دول تسقط وليس هناك بديل، هناك فراغ، مما يسمح بتدخل أجنبي، مما يسمح بنشوء الإرهاب. وهل لا يوجد تدخل أجنبي الآن؟ يعني إن كنت لا تريد أن تبتلى بما ابتليت به دول الربيع العربي من انهيار دول، وهل لبنان ليست منهارة الآن؟ وهل مشهد إيمانويل ماكرون ليس تعدي على السيادة اللبنانية عندما يحذر ويتوعد أنه سيأتي في أول سبتمبر أيلول كي يباشر المقترحات، أو دعني أقول الأوامر التي أملاها على السياسيون في لبنان؟ أحسنت وأنا أوافقك تماما. السياسيون اللبنانيون، النخبة السياسية هي مرتهنة في أغلبها، مرتهنة للخارج. الآن هم يطالبون بمحكمة دولية، ويطالبون بعضهم طالب بالانتداب. هناك مظاهرات استقبلت الرئيس الفرنسي كما يعني شاهدنا جميعا، طالبته بإعادة الانتداب. يا أخي نحن عندنا وضع غريب عجيب. أنا أعرف أن عندنا شكل دولة، هيكل دولة، بقية دولة لا نريدها أن تسقط. إذا سقطت نحن ذهبنا إلى الحرب الأهلية وإلى الصراعات التي لا نهاية لها. نعم. نحن خضناها بال75 وماذا انتهينا؟ أنا أريد أن أذكر الناس هنا، نحن في ال75 وأنا كنت من بينهم، كانت لدينا أحلامنا وشعاراتنا ولدينا يعني الأمل الكبير بأن نغير هذه الدولة. إلى أين انتهينا؟ انتهينا باتفاق الطائف الذي هو أسوأ ب1000 مرة مما كنا عليه بال75. هذه الطبقة السياسية متجذرة ومدعومة من الخارج، والآن ما يجري هو هذه المصيبة. لا أريد أن أكرر المصيبة على شعبي. هذه هي قصتي. شكرا جزيلا يحيى حرب، الكاتب والمحلل السياسي، كنت ضيفي عبر سكايب، وينضم إلي من بيروت عبر سكايب أيضا الدكتور محمد موسى الباحث في الشؤون السياسية. أهلا بك معنا دكتور. دكتور محمد أهلا بك معنا. طيب حتى ينضم إلينا السيد محمد موسى، أعود إليك سيد جهاد أبو فلاح مرة أخرى. يعني هناك من يلقي باللائمة على المتظاهرين الآن في الشارع سيد جهاد، ويرى أن هؤلاء مدفوعون، فوضويون، هناك مثيري فتن يحاولون أن يركبوا موجة الاحتجاجات، وكما قال السيد يحيى يعني عليهم أن يقدموا مقترحا لقانون الانتخابات الجديد. كيف ترى التظاهرات الحالية في الساعات الثلاث الأخيرة الآن في لبنان؟ أبدا، التظاهرات في لبنان هي تظاهرات منذ أكتوبر حتى اللحظة هي تظاهرات مشروعة، ويجب التأكيد على أهمية الاحتجاج في الشارع. الشعب اللبناني هو شعب حر ويتمتع بالقدرة على التحرك السياسي، ولديه موروث من الثقافة السياسية والوعي، لكن للأسف هنالك بعض التدخلات الخارجية. أريد أن يعني أعيد التأكيد على مسألة ما قاله ضيفك حرب، بأنه زيارة الرئيس الفرنسي يعني فعليا ذكرتني بحالة التآمر المعارضة العراقية على بعض أطراف المعارضة العراقية في الخارج تحديدا على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وأيضا قضية الطلب من القوات الناتو في ليبيا أن تتدخل، واليوم أنت ترى العراقية مقسمة إلى دويلات صغيرة وإلى طوائف، وأيضا ليبيا
مهددة بالتقسيم وحالة من الفوضى التي تعيشها. للأسف التدخل الخارجي الذي يتم استدعاؤه عبر الفرنسي ومحاولة استرجاع الموروث الفرنسي هو فعليا يسعى إلى خراب الدولة اللبنانية. ويجب على الشعب اللبناني أن ينتبه، يجب على الأحرار في لبنان والمتظاهرين في لبنان أن ينتبهوا إلى أن فرنسا هي التي وضعت الدستور أو اللبنة الأساسية لمسألة التقسيم الطائفي في سنة 1943، عندما كان أحد شروط المندوب السامي الفرنسي في ذلك الوقت بأنه لن يخرج إلا إذا توافقت القوى السياسية على تقسيم لبنان على أساس طائفي. ومنذ ذلك الوقت ولبنان يعيش بهذا التقسيم الطائفي، وأيضا جاء مؤتمر الطائف ليعزز ويثبت قضية الطائفية والانقسام، والطائفية هي أخت يعني الفساد في الدولة اللبنانية أو في أي مكان. يعني لا يمكن الحديث عن حالة انقسام طائفي وأن المواطن اللبناني ليس بمعنى ينتمي إلى الدولة اللبنانية بقدر ما ينتمي إلى الطائفة. اليوم إذا تم حل الحكومة في هذه اللحظة التي نتحدث فيها، ما هو السؤال هو للمتظاهرين، ما هو البديل للقوى السياسية، ما هو البديل عن هذه الحكومة اللبنانية الموجودة؟ أنا لا أقول بأنه الحكومة اللبنانية حكومة حسان دياب هي الحكومة المثالية، لكنها وهي أيضا مبنية على أساس المحاصصة والطائفية، لكن حتى الحكومة التي ستأتي بعدها وقد يقودها طرف آخر. طيب سيد جهاد، يعني في هذه اللحظة الغاضبة بعد انفجار المرفأ بأربعة أيام، ومع هذه التظاهرات الغاضبة ومع مواجهات عنيفة من قبل الشرطة اللبنانية في الحقيقة، يعني هل يفترض على المتظاهرين أن يطرحوا بديلا لحكومة حسان دياب؟ أبدا. المطلوب من أي تظاهرة أستاذ أسامة أو أي احتجاج يمتد من حوالي اقتربنا على العام من الاحتجاجات في لبنان، يجب أن يكون هنالك قيادة سياسية لهذه الاحتجاجات، وإلا أنت تدعو للفراغ. يعني بمعنى أنه منذ أكتوبر وهنالك احتجاجات في لبنان، يفترض أن يكون لهذه الاحتجاجات قيادة سياسية، يكون لها مطالب سياسية واضحة تطرحها على القوى السياسية. طيب دعني أتوقف معك سيد جهاد أبو فلاح عند هذا الخبر العاجل، نقلا عن وكالة رويترز تقول عن متحدث باسم الشرطة اللبنانية وفاة أحد عناصر شرطة مكافحة الشغب اللبنانية خلال الاشتباكات مع المتظاهرين وسط العاصمة اللبنانية. مرة أخرى هذا الخبر العاجل، وكالة رويترز نقلا عن متحدث باسم الشرطة اللبنانية وفاة أحد عناصر شرطة مكافحة الشغب خلال الاشتباكات مع المتظاهرين وسط العاصمة اللبنانية. أنقل هذا الخبر العاجل لضيفي الذي انضم إلي عبر سكايب من بيروت، الدكتور محمد موسى الباحث في الشؤون السياسية. دكتور محمد، من المسؤول عن وصول الأوضاع إلى ما نحن فيه الآن؟ أكثر من 117 جريح عولجوا ميدانيا، 55 دخلوا إلى المستشفى، ووفاة أحد عناصر شرطة مكافحة الشغب. مساء الخير لك دكتور أسامة ولضيفك ولجميع مشاهدي الحوار. بالحقيقة إذا أردنا تقسيم المسؤولية فالمسؤولية تبدأ من قبل انفجار بيروتوشيما أو هيروشيما بيروت كما يحب أن يقال الذي جرى. بالحقيقة ما جرى لا تستقيل عليه حكومات، بل دول بأمها وأبيها ورؤساء ونواب ووزراء ومدراء وكل المعنيين. بالحقيقة ما جرى زلزال كبير بكل ما للكلمة من معنى. من هناك تبدأ المسؤوليات، ثم تتدرج بتحقيق شفاف واضح عادل يوصل إلى أمكنة حقيقية في بلد اعتادت التحقيقات أن لا تصل إلى الفاعل الحقيقي. من هنا تبدأ المسؤوليات وصولا إلى مظاهرة اليوم. بالحقيقة اللبنانيون ذاقوا ذرعا بما يجري، بلغ السيل الزبا بالنسبة إليهم، عتمة، مؤشرات اقتصادية، فساد، ثم جاء هذا الانفجار ليخرج اللبنانيين. ولا ننسى أن اللبنانيين كانوا قد خرجوا في 17 تشرين 2019، وبالتالي هم يستكملون ما جرى. اللبنانيون اليوم أمام مجزرة حقيقية جرت في المرفأ، ما يفوق 200 شهيد، 60-70 مفقود، 5000 جريح. كل هذا ألا تريد لهذا الشعب أن يتحرك؟ بطبيعة الحال المسؤوليات على الجميع بدون استثناء، كل من تعاقب على مسؤولية عامة تشمل إطار المرفأ وتوابعه صعودا وهبوطا هم مسؤولون.
طيب هل ترى مبرر لدى الشرطة اللبنانية في استخدام يعني هذا العنف في مواجهة التظاهرات؟ وهل تقع اللائمة على المتظاهرين لأنهم ذهبوا إلى مواقع سيادية، وزارة الخارجية، وزارة الاقتصاد، محاولة اقتحام البرلمان؟ بطبيعة الحال نحن ندين العنف من أي فئة جاءت، هاي رقم واحد. رقم اثنين وهو ما يهمني كثيرا، يعني كان يفضل أن تكون هذه الصرخة سلمية، لأنها لو كانت سلمية كانت مدوية أكبر وأكثر، لا سيما تجاه الإعلام العالمي. أما ما جرى حتى الساعة وعمليات الكر والفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، لا شك أنه مشهد معقد. الكل سيدلي بدلو، القوى الأمنية ستقول أن المتظاهرين اعتدوا، المتظاهرين سيقولون أن نحن أمام غضبة لا أحد يدخل عليها، البعض سيتحدث عن طابور خامس. أنت في لحظة ضبابية بكل المقاييس، العنف إطلاقا مرفوض، الجميع يجب أن يسمع صرخة الشعب اللبناني، وتاليا لابد من الحفاظ على مكتسبات هذه الدولة، هذه الوزارة التي اقتحمت هي للبنانيين، أي وزارة كانت، هذا الجندي هو لبناني، هو أخ، وبالتالي الكل في المصاب. لابد من لحظة عقلانية، لابد من حكمة تضبط الجميع في هذه اللحظة، لأننا في لحظة مفصلية بكل ما تعني الكلمة. طيب حسان دياب، أعود إلى ما قاله مرة أخرى في الكلمة دكتور محمد، الرجل تحدث أن إجراءات أو القضاء وتعامل القضاء مع حادثة مرفأ بيروت يعطي مصداقية للتحقيق، ووعد بمحاسبة كل المتورطين في هذا. هل ترى أنها يعني تصريحات لطمأنة الشارع، أم أن الرجل جاد بالفعل في محاسبة كل من تورط في هذه الحادثة؟ باعتقادي اللبنانيون ما كانوا ينتظروا رئيس الحكومة أو غيره. اللبنانيون بدأت وسائل التواصل الاجتماعي وبدأنا نسمعها في الساحات وعبر العديد من الشاشات، لقد نصبوا المشانق في وسط بيروت. المطلب واضح، لابد من تعليق مشانق المدانين. المشكلة من هم المدانون اليوم؟ المدانون من هم في السلطة؟ هذه المشكلة الآن، والمشكلة ليس من هم الآن، المشكلة أن هذه المواد المشتعلة، هذه القنابل النائمة في المرفأ هي من 2013، على من المسؤولية؟ وبالتالي اللبنانيون اليوم يبحثون عن فاعل حقيقي ذات قيمة، لا يريدون موظف هنا وكاتب هناك. اللبنانيون يبحثون عن الفاعل الحقيقي، الفاعل الحقيقي مهما بلغ. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد موسى الباحث في الشؤون السياسية، كنت ضيفي عبر سكايب، وأعود إليك سيد جهاد أبو فلاح مرة أخرى مع هذا الخبر العاجل. قوى الأمن الداخلية اللبنانية تعلن مقتل أحد عناصرها خلال الاشتباكات مع المتظاهرين وسط العاصمة اللبنانية. مرة أخرى، قوى الأمن الداخلية اللبنانية تعلن مقتل أحد عناصرها خلال الاشتباكات مع المتظاهرين وسط العاصمة اللبنانية بيروت. سيد جهاد، يعني من يتحمل مسؤولية دماء جديدة تسيل الآن في الشارع اللبناني؟ أنا بتقديري بأن هنالك طرف ثالث موجود في داخل لبنان، هو الذي يسعى إلى تفجير الوضع الداخلي في لبنان باتجاه حرب أو صراع داخلي بين اللبنانيين لدفع البلاد نحو حالة من الفوضى. كان الأجدر، وقد تتفهم حالة الغضب الذي تسود الشارع وأهالي الضحايا الذين سقطوا في مرفأ بيروت، بتقديري أن المسؤول عن انفجار مرفأ بيروت هي الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان منذ نشأة لبنان حتى هذه اللحظة، هي مسألة المحاصصة الطائفية القائمة في لبنان، هي مسألة التدخلات الخارجية التي تسعى إلى تفجير لبنان. وأخشى ما أخشى بأنه الآن أخذ قرار إقليمي دولي بأخذ لبنان نحو الفوضى والمجهول، وهذا سيكون له ثمن باهظ على الشعب اللبناني بكل مكوناته. أنت يعني في ظل حالة الانقسام الموجودة، حالة الخطر، حالة الأزمة الاقتصادية، كل يعود إلى مربعه الأول، كل يعود إلى طائفته لتمثل له للأسف الحماية، لأن الدولة اللبنانية ليست موجودة، يعني الحكومة، السلطة غير قادرة على ضبط إيقاع، وهنالك بعض الأطراف اللبنانية التي ترتبط بأطراف خارجية تسعى إلى تفجير الوضع الداخلي اللبناني لتصفية حسابات داخلية بين
السياسية اللبنانية فعلا لأخذ البلد إلى الفوضى. لا يمكن تحميل حكومة حسان دياب الأزمة الحالية، هي أزمة مركبة متواصلة منذ إذا بدك عقود في لبنان، ويجب على اللبنانيين أن يتعاملوا مع هذه القضية التي إذا أرادوا أن ينجزوا شيئا وأن يعني أن تبقى لبنان هي لبنان، يجب أن ينتبهوا إلى التدخلات الخارجية. مقتل جندي وجرح العشرات من المتظاهرين، هذا فعلا يعني كمن يصب الزيت على النار ويريد فعلا اشعال طيب الحديث عن صب الزيت على النار سيد جهاد، دعني اتوقف معك عند هذا الخبر العاجل. ايضا متظاهرون يقتحمون جمعية المصارف في بيروت، مرة اخرى متظاهرون يقتحمون جمعية المصارف في العاصمة اللبنانية بيروت. جاء هذا بعد اقتحام عدد من المتظاهرين منذ ساعتين تقريبا مقر وزارة الخارجية اللبنانية وإحراق صورة الرئيس اللبناني ميشيل عون، ثم اقتحمت مجموعة أخرى من المتظاهرين مقر وزارة الاقتصاد والبيئة في لبنان ثم غادروها، والآن اقتحام جمعية المصارف في بيروت. يبدو أنها ليلة طويلة في بيروت سيد جهاد، يعني لماذا تقتحم مقرات كهذه من متظاهرين يفترض أنهم غاضبون من أداء الحكومة تجاه حادثة مرفأ بيروت؟ يعني هي المسألة لسببين، الأول أن هنالك حالة من الغضب لدى الشارع اللبناني الذي يعني لديه ملاحظات كثيرة وانتقادات كبيرة لأداء الحكومة، سواء هذه الحكومة أو الحكومات السابقة وللطبقة السياسية عموما. لكن المسألة الثانية هي محاولة بعض الأطراف اللبنانية لأخذ لبنان نحو أو اختطاف إذا بدك التظاهرات، ووضعها في سياقات ليست في وارد أو في حسابات المتظاهرين الذين يريدون حرية حقيقية، يريدون محاسبة حقيقية للفسدة والقتلة الذين ارتكبوا يعني جرائم بحق الشعب اللبناني. لأن هذه الأطراف اللبنانية التي تدفع باتجاه التفجير هي جزء من الطبقة السياسية الحاكمة التي وهم أصلا من يعني تجار الحروب الذين خاضوا وكانوا أثناء الحرب الأهلية جزء من هذه التركيبة المتفجرة في داخل لبنان والتركيبة الطائفية. فبالتالي هم يريدون دفع المسألة إلى هذا المستوى، لأن هنالك حسابات يعني مسألة يمكن إذا فقط للتأكيد على أن زيارة وتهديدات ماكرون أرسلت رسائل حقيقية إلى لبنان، إلى السلطة اللبنانية وإلى الشعب اللبناني بأن فرنسا هي الحامي للحراك، بأن فرنسا هي التي ستتدخل لإنقاذ لبنان، يريد أن بأن فرنسا قادرة على محاسبة لبنان، تحرك في شوارع لبنان باعتباره يعني طيب عفوا سيد جهاد أتوقف معك أيضا عند هذا الخبر العاجل. الصليب الأحمر يعلن منذ قليل ارتفاع حصيلة الإصابات في الاشتباكات التي جرت بين محتجين وقوات الأمن إلى 172 مصابا حتى الآن في هذه التظاهرات. وينضم إلي عبر سكايب من بيروت الدكتور وائل نجم المحلل السياسي اللبناني، أهلا بك معنا دكتور. أهلا بك. دماء جديدة، إذن فرد في قوى الأمن يقتل، هناك 172 مصاب، اقتحام لجمعية المصارف، وزارة الخارجية، وزارة الاقتصاد، واشتباكات شديدة عند مقر البرلمان. ما الذي يحدث في بيروت دكتور؟ تحية لك ولمشاهدي ومتابعي قناة حوار ولضيفك أيضا. ما يحدث الآن هي الناس كانت في صدمة جراء الانفجار الذي حصل يوم الثلاثاء، وكانت تعيش أزمة حقيقية خانقة جراء الوضع الاقتصادي، بدأت تخرج من هذه الصدمة شيئا فشيئا، وبدأت تعود إلى مطالبها التي رفعتها في 17 من تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، وراحت تطالب برحيل هذه الطبقة السياسية التي حملتها المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية سابقا وعن الانفجار الكارثي الذي كاد يدمر بيروت في يوم الثلاثاء الماضي. اليوم العالم خرجت إلى الشوارع تطالب برحيل هذه السلطة، والسلطة استخدمت الأجهزة الأمنية للدفاع عن نفسها،
وبالتالي تحصل هذه المواجهات الآن في شوارع بيروت، وللأسف الشديد يسقط المزيد من الدماء والمزيد من الجرحى، والأفق السياسي إلى الآن ما زال مقفلا على الحل، في حين أيضا الأزمة الاقتصادية تزداد وطأة على الناس في ظل الانفجار الأخير وفي ظل الأزمة الموروثة من سنوات أو ما شابه ذلك. من المسؤول عن إشعال المشهد اليوم في الشوارع اللبنانية؟ يعني صباح اليوم كانت تظاهرات طبيعية دكتور وائل، لم يكن هناك اشتباكات، لم تكن هناك محاولة لاقتحام مقرات للدولة، ولكن فجأة اشتعلت كل الأمور مرة واحدة. هناك غضب عارم عند الناس على الطبقة السياسية بشكل عام، والتحركات بدأت قرابة الساعة 3 بعد الظهر في وسط بيروت، ولا تنسى هناك أكثر من 160 قتيل سقطوا في الانفجار، أكثر من 6000 جريح، هناك مفقودين إلى الآن ما زالوا موجودين، وهناك أزمة اقتصادية خانقة. الناس وفوق كل ذلك الطبقة السياسية الموجودة حاليا تتقاضف المسؤولية عن كل شيء، ما من أحد يريد أن يتحمل مسؤولية بأدنى مسألة. الناس كفرت بكل هذه الطبقة السياسية. الدولار يا أخي في بيروت وصل، كان 1500 ليرة بداية العام 2020، الآن الدولار في السوق السوداء في بيروت سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي 8000 ليرة، في حين أن الحد الأدنى للأجور بات أقل من 100 دولار. فكيف ستصمد هذه الناس وكيف ستبقى في بيوتها وفي منازلها؟ لذلك اندفعت، وهناك من يريد أن يأخذ الموضوع إلى صدام معين، أو أن الناس محتقنة أساسا من كل هذه الطبقة السياسية وتعبر عن غضبها بهذه الطريقة، لأن هذه الطبقة السياسية لم تستجب لأي مطلب من مطالب الناس. نعم. قبل قليل خرج رئيس الحكومة على اللبنانيين منذ حوالي نصف ساعة تقريبا، وتعهد بمسألة أساسية. طيب يبدو أننا نواجه مشكلة في الاتصال مع دكتور وائل حتى يعود إلينا مرة أخرى. طيب سأعود إليك دكتور وائل، ولكن زيد جهاد أبو فلاح، في وسط هذه الاشتباكات خرج تصريح منذ ساعة تقريبا من الاتحاد الأوروبي يقول أن الاتحاد الأوروبي يخاطب الشعب اللبناني ويقول بإمكان الشعب اللبناني الاعتماد علينا. كيف تقرأ هذا التصريح وفي أي سياق تضعه وسط هذه الأحداث؟ يعني هذه هي الرسالة عموما التي حملها الرئيس الفرنسي، هو أنه فرنسا لم تأتي لوحدها، أن فرنسا جاءت يعني مدعومة من الموقف الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن فرنسا هي الممثل الشرعي والوحيد للبنان، هي المستعمر السابق للبنان، وأوروبا كما تعلم يعني تتحرك وفق مصالحها وعلى الدول التي كانت تستعمر. يعني في ليبيا تحركت إيطاليا وباعتبارها المستعمر السابق، وفي لبنان تحركت فرنسا باعتبارها هي المستعمر السابق وترتبط بعلاقات حميمة. وأيضا اليوم الاتحاد الأوروبي هو يوجه للبنانيين أن يستمروا في هذه التظاهرات، نحن معكم. غدا يعني سيكون هنالك زيارة لممثل الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، أيضا سيكون هنالك مؤتمر للمانحين في باريس، أعلنت عدد من الدول من بينها دول عربية والجامعة العربية أنها ستشارك في هذا المؤتمر. اليوم الحديث والخطاب هو ليس للسلطة السياسية اللبنانية، هو الخطاب هو للشعب اللبناني بأنه باعتبار أن ليس له سلطة وليس هنالك حكومة، هم المجتمع الدولي لا يعترف بهذه الحكومة، لا يعترف بشرعية هذه الحكومة لسبب بسيط وواضح. خلينا نكون واضحين، بسبب وجود حزب الله في داخل هذه الحكومة، هم يتعاملوا مع هذه الحكومة باعتبارها تحتضن طرفا إرهابيا حسب التوصيف والتصنيف الغربي للوضع، وبالتالي هم لن يكونوا شركاء، لن تكون هذه الحكومة شريكة للاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة ولا حتى لدول إقليمية. سترفض كل الدول التي ترسل بمساعدات إلى لبنان، هي ترسلها وتشرف على توزيعها بنفسها، ليس لأنها قلقة من قضية الفساد فقط وأن هذه الأموال وهذه التبرعات ستذهب إلى جيوب الفاسدين، لأنها ترفض التعامل مع الحكومة. باختصار القضية، الحل في لبنان بوجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والأوروبيين هو أن يعني يسلم حزب الله سلاحه
السياسي بمقاومة الاحتلال. طيب دعني أعود لي دكتور وائل نجم سيد جهاد أبو فلاح. دكتور وائل، يعني هل القضية الآن تسليم حزب الله إلى سلاحه، أم أن الأزمة تجاوزت قصة تسليح حزب الله اللبناني؟ ولا شك أساس الأزمة قبل الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت، الحصار الذي كان مفروضا والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على حزب الله وعلى مؤسسات أخرى ربما تتصل به، وحتى على بعض قطاعات في لبنان، وأيضا تصنيف حزب الله في بعض الدول الأوروبية كأخيرا في ألمانيا وفي النمسا وفي غيرهما على قائمة الإرهاب، يدخل في إطار طبعا الضغط والحصار من أجل تسليم حزب الله لصواريخه تحديدا حصرا. جاء هذا اليوم جاء الانفجار الذي حصل يوم الثلاثاء، ربما جعل هناك نوع من التباين بين النظرة الفرنسية من ناحية وبين النظرة الأمريكية من ناحية ثانية لمقاربة الملف. هناك من يقول هذا الموضوع هنا في بيروت، بحيث أن الفرنسيين قالوا للأمريكيين أن مسألة الحصار التي تمارس على حزب الله تطال حتى حلفاء أمريكا في لبنان، وهذا قد يرتد سلبا على هؤلاء وقد يستفيد منه حزب الله لاحقا، وبالتالي النظرة يذهب باتجاه إعادة صياغة حال سياسي، وربما هذا ماكرون إلى إعادة صياغة حال سياسي في بيروت يقوم على استيعاب المرحلة وإعادة تعويم الطبقة السياسية الحالية. طيب الآن هل صياغة هذا الحل السياسي دكتور وائل يأتي في إطار المقترح الذي طرحه حسان دياب، شهرين مستعد لتولي المسؤولية حتى تأتي حكومة جديدة وتحدث انتخابات نيابية جديدة؟ هناك اليوم في بيروت العالم وصلت إلى حالة اختناق، وما تتابعونه اليوم في بيروت دخول إلى وزارات وإلى مؤسسات رسمية وإلى سقوط ضحايا وجرحى وما سوى ذلك، السلطة لم تعد قادرة على الصمود إلا سوى أن تقدم تنازلات في مكان ما. وحسان دياب قبل نصف ساعة من الآن خرج على اللبنانيين وطرح أنا تقديري بداية حل، وأراد من خلال ذلك استيعاب حركة الشارع والدخول إلى حل سياسي، عندما تعهد أن يقدم في اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل مشروع قانون لتقديم الانتخابات النيابية التشريعية وفق قانون انتخابي جديد. طيب ولكن المشاهد التي تأتي من الشارع في بيروت الآن، المشاهد المباشرة التي تأتي تباعا وتتناقلها وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي، لا تؤشر أن المتظاهرين اللبنانيين في شوارع بيروت قد تلقوا رسالة حسان دياب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، بأنه مستعد لفترة انتقالية لشهرين حتى تأتي حكومة جديدة، لم يتلقوها بأي شكل إيجابي في الحقيقة؟ بعدها بدقائق قليلة اقتحموا مقر جمعية المصارف. صحيح، لغياب الثقة، هناك عدم ثقة في هذه الحكومة في كل الطبقة السياسية، ولذلك هم أعطوا هذه الحكومة مهلة 100 يوم حتى تحقق إنجازات، واعتبروا أنها حكومة حيادية، واعتبروا أنها حكومة مستقلة ولا تمثل الأحزاب والقوى السياسية، لكنهم فوجئوا أنها حكومة غير مستقلة وغير حيادية وتمثل القوى السياسية وقائمة على المحاصصة. عندما تقدم اليوم الرئيس حسان دياب بهذا التعهد لم يقدم. طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال دكتور وائل. تقديري طيب عاد إلينا دكتور وائل مرة أخرى. تقديري حكومة إنقاذ حيادية. نعم. نعم دكتور، يعني صوتك كان يتقطع، لو تكمل الفكرة. أنا أقول اليوم هناك عدم ثقة بهذه الحكومة، لأن الرأي العام اللبناني أعطى هذه الحكومة 100 يوم حتى تنجز، على اعتبار أنها حكومة مستقلة وحيادية وغير خاضعة للمحاصصة السياسية. لكن للأسف الشديد فشلت خلال 100 يوم وفك رهانه الشعب اللبناني عنها. اليوم ربما الحل يحتاج إلى حكومة إنقاذ وطني محايدة. نعم. فعلا. طيب ابقى معي دكتور وائل، سأعود إليك مرة أخرى، انضم إلي عبر الهاتف الكاتب والصحفي عبد الله ولد سيدي. سيد عبد الله أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. نعم، سؤالي لك، هل يبدو لك أن هناك أفق للحل للمشهد المحتقن الآن في لبنان بعد خطاب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب؟ أنا أعتقد أن الأفق الوحيد في لبنان لإنهاء هذه الموجة العارمة من غضب الشعب اللبناني وغضب محيط به هو رحيل الطبقة السياسية بكامل رموزها،
وأعتقد أنه في الحالة اللبنانية فإن هذا الرحيل ليس من الأمر السهل بالنظر إلى التقسيمات القديمة العائدة إلى الطائف وما قبل الطائف وما بعده، ولكن أعتقد أنه على أساس لبنان أن يدرك اليوم أنه لم يعد هناك مكان للمهاترة السياسية أو للمنافسة من أي نوع، لأن هذا الشعب مل كل هذه الأساليب وانتهت لديه فسحة الأمل واختلط في ذهنه الألم بالأمل وتفجير بيروت. طيب، ولكن هناك من يقول سيد عبد الله أن مطلب رحيل الطبقة السياسية بأكملها ليس مطلبا منطقيا في ظل الكارثة الحقيقية والكبيرة التي تواجه لبنان. يعني هب أن الحكومة قد رحلت بأكملها، الطبقة السياسية انسحبت من المشهد، هل ستسقط الدولة؟ سيحدث فراغ في الدولة اللبنانية؟ أنا أعتقد أنه مشكلة المعضلة الحقيقية الآن أن معظم اللبنانيين يريدون هذا الفراغ، فقدوا الأمل في كل ساستهم دون استثناء وفي كل أحزابهم وطوائفهم، ولم يعد في ذهنهم ذكرى لأي مخلص من أي نوع. بالتالي لو شاهدنا التفاف بعض اللبنانيين حول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل يومين في بيروت والشعارات التي رفعت يومها، ندرك أننا أمام حالة فريدة في تاريخ الشعوب وسوقها نحو الحرية، وهي الحالة التي يفقد فيها الشعب من كبيره إلى صغيره الأمل في الطبقة السياسية من كبيرها إلى صغيرها وبمختلف طوائفها. وبالتالي لبنان الدولة التي تجب على ركبتيها الآن بسبب معاثرات السياسيين هي في ذهن أبنائه دولة فاشلة منهارة ساقطة اقتصاديا واجتماعيا. نعم. ولن تنهض من كبوتها بوجود هذه الطبقة. طيب، ابقى معي سيد عبد الله، أعود لك سيد جهاد أبو فلاح. يعني كنت تتحدث منذ قليل عن البدائل، عن الفراغ الذي يمكن أن تخلفه استقالة الحكومة أو رحيل الحكومة. السيد عبد الله الآن يرى أن غالبية اللبنانيين في الشوارع يريدون هذا الفراغ، هل تتفق أم لا؟ يعني أنا بشك في أنه الشعب اللبناني هو يريد حالة الفوضى وحالة، لأنه الفراغ سيؤدي إلى الفوضى في ظل حالة التجاذب الطائفي والدولي والإقليمي الذي تشهد لبنان منذ حوالي سنة. مسألة الذهاب إلى الفراغ هذه ليست مصلحة لبنانية، مصلحة الشعب اللبناني، مصلحة المتظاهرين في الشارع اللبناني، لكنها مصلحة بعض الطبقات السياسية التي هي جزء من المنظومة السياسية اللبنانية التي حكمت لبنان بعقود طويلة لأكثر من 50 أو 60 عام، وهي تحكم هذا النظام السياسي، هي جزء لا يتجزأ من التركيبة سواء في فترة الحرب أو حتى في فترة إعادة الإعمار ما بعد التسعين ما بعد الحرب الأهلية. وبالتالي هذه الأطراف لأنها تريد أن تضغط على أطراف أخرى تريد أن تأخذ البلاد حتى إلى الفوضى، بمعنى على خيار شمشون، يعني علي وعلى أعدائي، يعني تدمير الدولة إذا لم تستطيع تحقيق أهدافها التي رسمت لها من أطراف خارجية، بمعنى أنه عندما حاولت عبر التظاهرات سحبها باتجاه تحقيق مطالبها في عزل حزب الله والقوى اللبنانية الأخرى الحليفة للحزب، ذهبت اليوم إلى حالة التفجير ومحاولة أخذ البلاد إلى حالة من الفوضى. وأنت رأيت كانت في التظاهرات في البداية كانت سلمية وتطالب بمطالب مشروعة، ومن ثم ذهبت هذه التظاهرات إلى أو تحولت هذه التظاهرات إلى اشتباكات واقتحامات وأدت إلى جرحى وقتلى في صفوف الأمن اللبناني، وأيضا جرحى في صفوف المتظاهرين. لا نعرف يعني حتى اللحظة أن هنالك حجم الإصابات التي إذا شكرا كان جزيلا لك زهاد أبو فلاح الكاتب والإعلامي. هو نقلا عن الصليب الأحمر عرض الإصابات إجمالي الإصابات
الإصابات اليوم أكثر من 172 مصابا تم نقلهم إلى مستشفيات لبنانية بعد الاشتباكات التي تمت مع قوات الأمن. وقوى الأمن اللبنانية أعلنت عن وفاة أحد عناصر قوى الأمن في الاشتباكات التي حدثت اليوم. دكتور وائل نجم، يعني سؤالي لك، هل تتوقع هدوء الأوضاع هذه الليلة وتجدد الاشتباكات غدا، أم أن المتظاهرين لن يعودوا لبيوتهم؟ يعني هناك سوابق حصلت خلال الفترة الماضية منذ 17 الأول إلى اليوم، تعقدت الأمور وتعقد المشهد في أكثر من مرحلة، وحصل اشتباكات وسقط جرحى وسقط بعض المصابين، وكانت الأمور تعود وتهدأ قليلا. هي لم تهدأ مرة واحدة ولم تهدأ وتنتهي، لكن قد تشهد نوع من التراجع، خاصة في ظل الطرح الذي تقدم به الليلة رئيس الحكومة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة. سيكون هناك من بين المنتفضين ومن بين القوى السياسية من يقول إنه حقق خطوة وسيراكم عليها. أتوقع أن تهدأ الأمور مع ساعات الليل، وربما السلطة اعتمدت أسلوب استيعاب الصدمة خاصة بعد الكارثة التي حصلت، فتركت الأمور المجال للحراك أن المنتفض أن ولو حصلت بعض المواجهات حتى تستوعب الصدمة، ثم بعد ذلك تعيد فرض الهدوء والأمن شيئا فشيئا. وأظن أن حتى ما من لبناني يريد أن يأخذ البلد عن سابق تصور وتصميم طبعا إلى مواجهات مفتوحة أو إلى فوضى عارمة أو حرب أهلية لا سمح الله. حتى أولئك الذين يتحركون في الشارع وفقدوا الأمل بالدولة هم لا يريدون أن يسقط الهيكل، لكنهم سئموا كل شيء وكفروا بكل شيء، لذلك هم يتحركون بهذه الصيغة وبهذه الطريقة. لكن إذا وجدوا أن هناك بابا للحل السياسي ولعودة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلد، فهم بالتأكيد سيسيرون بهذا. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور وائل نجم المحلل السياسي اللبناني، كنت ضيفي عبر سكايب، كما أشكر ضيفي عبر الهاتف من لندن عبد الله ولتسيديا الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لكم. ونهاية هذه التغطية الخاصة إذن، حتى نلقاكم في تغطية أخرى، دمتم في أمان الله، السلام عليكم.